قال الجيش الروسي إن أكثر من 3500 شخص غادروا الغوطة الشرقية اليوم. يأتي ذلك في وقت واصل الجيش السوري تأمين خروج المدنيين من الغوطة عبر الممرات الآمنة والتي أنشأها شرق بلدة حموري على مشارف العاصمة. يشار إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا قال إن إجمالي عدد الخارجين خلال عمل الممرات الآمنة تعدى 68 ألف شخص.